العفاف العفاف. اي نعم يا اختي الكريمه، كم من اخت الان متعذبه ومتعذبه وتعبانه وضايق صدرها وطفشانه وقلق لانها معجبه في فلانه، لانها متعلقه بفلانه. طبعا ليس محبه في الله وليس يعني اعجاب عادي باحترام ومحبه وتقدير، لا، اعجاب استغفر الله من نوع ثاني، اعجاب كلمات وسخه، اعجاب حركات وسخه، اعجاب تصرفات وسخه، والشيطان خطوات 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 حتى ممكن تقع والعياذ بالله في الفاحشه. نعم استحق والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. نعم وتأتينا مشاكل يا أخوات الكريمات، وأنا أقول هذا الكلام من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا أخوات الكريمات. والله العظيم أن الإعجاب ما في سعادة، أقسم بالله أنك تقعدين متعذبة. كل من أعجب وتعلق قلبه بغير الله أو بغير شرع الله ذاق المر والعذاب والهوان والطفش والقلق والعذاب حتى يرجع إلى حب الله وإلى الحب في الله. مستحيل تلقين السعادة يا أخي الكريم، والله تلقاها دايم عقلها شارد وتفكيرها شارد، اندمر مستواها في المدرسة وصارت تغيب وصارت ما تنام الليل وتحت عيونها أسود وحياتها وطفش ونزلت نسبتها وحتى صحتها ضعفت وحياة وقلق وطحت في معاصي وطحت في بلاوي وممكن وقعت في شرك والعياذ بالله، يسمى الشرك المحبة، لأنها تصلي وتتذكر فلانة. أعوذ بالله. الحل وشو طيب يا أخوات الكريمات؟ نصفي النية، نصفي النيات، نغير النيات، نبدل النوايا، نتقي الله، نراجع أنفسنا، نغض البصر، نبعد، نغير المكان، نكثر من قراءة القرآن، نستغفر، نتوضى، نصلي ركعتين، نقول يا رب علق قلبنا بحبك وحب في الله، وابعد يا ربي قلبي عن حب فلانة وتعلق فلانة المحرم. إيه والله يا أخي الكريمة أنها خطوات، الشيطان خطوة 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 حتى يمكن نقع في شرك المحبة والعياذ بالله، فتقفين بين يدي الله على شرك، نسأل الله السلامة والعافية، أو يقع وعياذ بالله في الفاحشة. وكم رأينا من مشاكل ومصائب بسبب هذا الشيء. فالله الله يا أختي الكريمة انتبهي، محبة في الله، محبة احترام، معزة، تقدير، يا هلا مرحبا، كلمة يعني وفاء، حياك الله، بالعكس هذا الحب الحقيقي. أما والله محبة إعجاب من نوع ثاني، كلمات وسخة، حركات وسخة، أفعال وسخة، انتبهي انتبهي، لا أنت ترضين ولا تسمحين لأحد، انتبهي، الراضي كالفاعل. فالواحد ينتبه يا أخوات الكريمات، ينتبه، نطهر القلوب من هذا الشيء، لا نلقى الله على شرك والعياذ بالله شرك محبة، ولا نلقى الله على مصيبة ولا مشكلة.